لكن الله بيتكلم كمان عن بركات السماء. في كتير بركات حلوة. ليس السماء مكان جسدي للأكل والشرب، مع أنه ما بنعرف إيش بالضبط رح يكون، لكن يكفي أن نقول أنه السماء هو حضور يسوع، أنه السماء كل شيء جميل وحلو ورائع أكثر مما نتصور، أكثر مما نفتكر، لأنه لا يمكن حاشا أن تكون لغة بشرية اللي تعبر عن جمال السماء وتعبر عن جمال الله. كثيرة، يكفي أن نقول أنه بركات السماء شركة وعلاقة مستمرة، علاقة إلى أبد الآبدين، نكون في حضور يسوع ومع الله. يكفي أن نقول أنه السماء رح يكون في معرفة كاملة، مش محدودين بفكرنا ومعرفتنا في هذا الوقت. السماء هو مكان الراحة كما يقول الكتاب، مكان السلام، والسماء هو كمان مكان خدمة. احنا بنخدم الرب في السماء بالتسبيح والترنيم والعبادة وتمجيد الله إلى أبد الآبدين. السماء هو مكان الفرح، مكان السعادة المستمرة الدائمة. السماء فيه حياة اجتماعية، لأننا سنتفاعل وسنجتمع ونضم أصواتنا إلى أجواق الملائكة وإلى القديسين من أيام آدم حتى آخر شخص إلى مجيء يسوع المسيح. ناس بنعرفها وما بنعرفها رح نكون كلياتنا كجماعة واحدة نسبح ونمجد الله. في السماء ما فيش دموع، لا يوجد مرض، لا يوجد عذاب، لا توجد ضريبة، لا يوجد أي شيء اللي بعكر حياة الإنسان، لكن كلها فرح وسلام وتمجيد للرب يسوع المسيح. ما فيش هاي الأمراض اللي منعاني منها. هذا الجسد بيحكي عنه الكتاب المقدس، بيسميه خيمة، إن نقد بيت خيمتنا الأرضي لنا بناء في السماء. والشيء الحلو بقول ونحن نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا، يعني في رجاء، في يقين النهاية المجيدة في سماء للمؤمن. هذا مؤقت، الجسد سيعود إلى التراب، من التراب وإلى التراب، لكن حياة الإنسان نفسه خالدة، سنكون مع الله إلى أبد الآبدين. هناك مكان النور، ما فيش ليل هناك، مكان النور، لأنه يسوع اللي راح يشع ويضيء هناك. وهناك مكان الجمال، كل شيء جميل، كل شيء رائع، كل شيء حلو أكثر جدا مما نفتكر أو نتصور أو نحدده بالفكر. هناك السماء، والسماء هاي من نصيبك. بتعرف كل ما عليك إنك تسلم حياتك وتآمن بالمسيح يسوع. هل في أي إنسان وعدك في الحياة الأبدية في الحاضر؟ صدقني ولا في كتاب ولا في إنسان إلا شخص يسوع المسيح اللي وعد، الذي يؤمن به له حياة أبدية الآن. ما تخلي الشيطان يشككك، ما تخلي الشيطان يهدمك. الرب يحبك، هدفه أنك تحصل على الحياة الأبدية.